Hello, sir. Hi, sir. Do you have table 3? Yes, sir. Waiter. Assalamu alaikum, hello and welcome to Learn English with Mr. Happy. Today inshallah we are in a restaurant and we're going to order food. We're going to eat a lot of food and I hope it will be delicious. لما تدخل مطعم علشان تاكل ده احنا بنسميه dining. بنسميه dining. في ناس بتاكل في البيت بنسميه eating in, وفي ناس بتاكل بره البيت في المطعم بنسميها eating out. في كلمات طبعا محتاجين ان احنا نتعرف عليها في المطعم. لما تكون عايز تحجز ترابيزه او كده تقول book a table. book a table او reserve a table. reserve a table. لو عايز تحجز طاوله لخمس اشخاص تقول I'd like to book a table for five people. طيب بالنسبه للمنيو, المنيو بيكون موجود فيها سيكشنز كتيره. ممكن يكون موجود فيها الفودز, درينكس, ديزرتس, ستارترز, مين كورس, سايد ديشز. كل الحاجات دي بتكون موجوده وهنتعرف عليها. بالنسبه للفود في عندنا بريد, في عندنا سالاد, فروت, فيجيتابلز. بالنسبه للدرينكس وي هاف ا لوت اوف ثينجز. وي هاف ميلك, جوس, فيزي درينكس. وي هاف تي, كوفي, بير اور واين. Beer or wine, pay attention not to drink any one of them because we are Muslims. بعد كده في حاجة اسمها dessert. dessert 2 S, لأنك لو نطقتها desert تبقى بإس واحدة يعني صحراء. فتخيل أنت لو عايز تقول مثلا حلو يعني حاجة ice cream, cake, pudding زي كده, لكن لو قلت I'd like to have a desert يعني أنا عايز أخد صحراء, معرفش يعني دي مش هيفهموك بقى. مصطلحين مهمين جدا في المطعم, حاجة اسمها vegetarian وحاجة اسمها vegan. الفيجيتيريان اللي هم الناس اللي مش بياكلوا الميت والفيش. فلما حد يقول لك I am vegetarian تأكد ان انت مش جايب له اكل فيه ميت او فيش. لما واحد يقول لك I am vegan, vegan يعني مش بياكل الحاجات اللي فيها dairy products. dairy products اللي هي منتجات الألبان زي الميلك والإجز والتشيز. في مصطلحين تانيين مهمين جدا خاصة لو سافرت بره, حاجة اسمها هلال, H-A-L-A-L. This is for Muslims, this is for Muslims, and something else called kosher, and this is for Jewish people, لليهود. في الآخر خالص أنت محتاج تشوف هل هتدي tips ولا لا. tips, T-I-P-S, معناها البقشيش يعني. فأنت ممكن تسأل لو مش عارف هل البقشيش مسموح به ولا لا, فممكن تسأل السؤال ده تقول Is it customary to leave tips? فلو مسموح خلاص بتسيب, لو مش مسموح ما تحركش نفسك يعني. في الاخر لما بتيجي تدفع هو بيسالك بيقول لك كريديت اور كاش. بسرعه طبعا يقول لك كريديت اور كاش. كريديت اور كاش. فانت لو هتدفع كاش هتقول I'll pay in cash. لو هتدفع بالكريديت هتقول I'll pay by credit card. في الاخر الشخص اللي بيقدم لك ده يا اما ويتر يا اما ويترس. ثانك يو فيري ماتش. وخلينا نروح نشوف الفيديوهات مع مستر عبيده ومستر احمد ونشوف الديالوجز ونستفيدوا منهم ان شاء الله. اكسكيوز مي, could we see the menu please? Yeah, sure. Thank you. Would you like to order now? Yes, yeah, we are. Yes. I'd like chicken and rice, please. Chicken and rice? I would like meat and rice. Size ordusu. Thank you. Oh, excuse me. Yes, sir. I didn't order this. So, I will check. Excuse me. Yeah. Could I have another phone, please? Yeah, sure. Thank you very much. You're welcome. You're going to get your order. This is your order, sir. Sorry. You're welcome. You need some juice, some drink, sir? Strawberry juice. Yeah. Yeah, me too. Mm-hmm.
Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. You need something else? No, thank you. How was the food? Oh, it was delicious. Yes, everything was great. Thank you. You need something else? No, thank you. Could we have the bill, please? Yeah, sure. Gonna pay cash or credit? Cash, please. How much? 95. Okay. اتمنى تكونوا استفدتوا من الكلمات اللي عرضناها في اول الفيديو واستفدتوا من المحادثات اللي دارت بين مستر احمد ومستر عبيده والويتر وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه في الفندق وفي السوبر ماركت اما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشيروه لو عجبكم وتعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب القناه والصفحه بعنوان تعلم الانجليزيه مع مستر هابي لو بحثتوا في جوجل هتلاقوها سي يو